السلام عليكم مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد من القناة محسن الغزالي. يشكركم وكنشكر الناس اللي كتدعمنا وكتشجعنا وكتخلينا لي لايك وكتخلينا التعليق، الناس اللي اشتركت معنا من جديد سواء من داخل أرض الوطن أو خارج أرض الوطن. اليوم كنتواجدوا على مستوى شارع الحسن الثاني، هو هذا اللي مرينا منه. دابا كنحاولوا ندوروا على مستوى شارع محمد الخامس، هذا هو شارع محمد الخامس الإخوان، باش متجهين ان شاء الله الى محطة القطار الرباط المدينة، باش نتعرفوا على اخر المستجدات ديال هذا المشروع الضخم اللي كيتواجد على وسط المدينة بشارع محمد الخامس. كما تشوفوا معنا، هذا هو المدخل ديال شارع محمد الخامس اللي كنتمشاو عليه دابا بالسيارة. كما تعرفوا، شارع محمد الخامس وهو شارع من اهم شوارع العاصمة المغربية الرباط. حنا الآن باقي تنتمشاو على شارع محمد الخامس بالقرب من محطة القطار رباط المدينة. كيف ما تعرفوا الإخوان، هذه المحطة المحطة ديال القطار رباط المدينة هي اللي قدام ديالنا، على بعد الآن تقريبا 100 متر. كيف ما تعرفوا معنا، شارع محمد الخامس كيتوفر على عدة مباني مهمة تركها الاستعمار الفرنسي. سأخصص فيديو خاص إن شاء الله قريبا حول أهم البنايات اللي كتوفر على شوارع الرباط وبالخصوص شارع محمد الخامس. هنا الإخوان، دابا بعد ما ركننا السيارة تنحاولوا نتواجدوا، دابا نتواجدوا على شارع، باقي كنتواجدوا على شارع محمد الخامس، وكنحاول نصور لكم الشارع ملي طلعنا. كيف ما تشوفوا معنا، هذا هو شارع محمد الخامس، وعلى اليسار ديالنا كاين المحطة ديال الرباط المدينة، هي كتبان لينا هنايا الآن. دابا محطة الرباط المدينة كيف ما تشوفوا معنا هنايا الان، واللي وراءها هاد الوراء ديالها، هذيك هي المحطه الجديده اللي تتم التوسعه ديالها. وتبارك الله الصراحه، واحد الضخامه ديال البناء ديالها ملي غادي تكمل غادي تعطي واحد المنظر زوين، خصوصا هنا في العاصمه الرباط على مستوى شارع محمد الخامس. كيف ما تتعرفوا، هاد الموقع ديال المحطه القطار رباط المدينه، وهي كتواجد على مستوى شارع محمد الخامس. ومن الجهة الأخرى شارع ابن تومرت، هنا كنحاول نوري لكم الترام، هذه هي الطريق ديالو، المحطة ديال المدينة اللي على اليسار فين كانوا فين كاين المحطة ديالو. وهنا كاين الشارع ديال أبو عينان، هاد المحطة اللي غيمشي لها المحطة ديال القادمة، وهي محطة الجولان. كيف ما تشوفوا معنا هنا، مازال كنحاول نصور لكم من موقع، كنصور لكم شارع محمد الخامس، وكنتعرفوا حول المستجدات ديال هاد المحطة الرباط المدينة. كيف ما تشوفوا معنا، هذه هي البناية القديمة ديال المحطة ديال رباط المدينة، هذه المحطة، ودابا الآن يتم التوسعة ديالها. ها نحن الآن لا نزال نصور لكم من الموقع من شارع محمد الخامس. محسن الغزالي يحييكم ويشكركم على دعمكم المستمر، كنشكر الناس اللي كتدعمنا وكتشجعنا، نحن نستمر بإذن الله وإياكم. كيف ما تشوفوا معنا، كنحاول نصور لكم من زاوية بعيدة الآن حتى نقرب لكم الصورة لحظة بلحظة. هذا هو المدخل ديال المحطة كيف ما تعرفوا. هنا كنحاول نصور لكم، هذا هو الشارع ديال أبو عينان. المحطة القادمة من هنايا هي محطة الجولان، الناس اللي غيتوقفوا في المحطة القادمة بالنسبة للترام فهي محطة الجولان، هي المحطة القادمة. كيف ما تشوفوا معنا، هنا على اليسار كاين محطة ديال الترام، هي محطة رباط المدينة. كيف ما تشوفوا معنا من هنايا، كنحاول نوري لكم الشكل ديال المحطة. صراحة ملي غادي يتم الانتهاء ديالها غادي تعطي واحد الشكل زوين صراحة، اللي بزاف مثل المحطة التي تم البناء ديالها على مستوى الرباط حي أكدال. كيف ما تشوفوا معنا هنا الان، دابا وصلنا للشارع، دخلنا مع الشارع ديال مولاي يوسف. كيف ما تشوفوا معنا، كنحاول نصور لكم الشكل من الجهه الاخرى ديال هذه المحطه ديال رباط المدينه. نحاول نذكروا بعض المعلومات حول هذه المحطه اللي كانت تواجد امامها الان. قلنا بان بدايه الاشغال ديالها كانت في 7 مارس 2016، انطلاق الاشغال فيها المهندس المكلف بهذا المشروع وهو المهندس المعماري المبدع عبد الواحد منتصر. الان غادي نتحدثوا على الميزانيه ديال هذا المشروع ديال المحطه رباط المدينه، وقلنا بان هي 450 مليون ديال الدرهم.
هذا هو شارع دابا مولاي يوسف الاخوه اللي كنتواجدوا به دابا الان، وكنحاول نصور لكم المحطه رباط المدينه. كما تشوفون الى طلعتي مع التلفون غتخرج تقريبا في باب الرواح المعروف في مدينه الرباط. قلنا بان هذه المحطه هذه غادي توفر على ثلاثه ديال الايطاج، ثلاثه ديال الايطاج. الهدف ديال هذا المشروع هذا لا تتم التوسعه ديالو، وهو زياده عدد المسافرين من 8 مليون سنويا، 8 مليون مسافر سنويا حاليا الى 20 مليون سنويا. كما تعرفوا بان قلنا بان هذه المحطه كانت تستقبل 8 مليون مسافر، والهدف ديالو هو الرفع من عدد المسافرين الى 20 مليون مسافر سنويا. هنا كما تشوفوا كاين المحطه، هذه الساحه اللي كنصور لكم هنايا، وهي تحتها كاين باركين. داك المكان اللي قدامنا من هذاك هو المدخل ديال هذا الباركين هذا اللي كاين لتحت كما تشوفوا ما قدام هذه الساحه هذه. الان دابا غادي نحاولوا ندخلوا، انا كنحاول نصور لكم مزال من الجهه امام الساحه اللي وريت لكم. قلنا بان الشركه المكلفه بهذا المشروع وهي جيت كونتراكتورز المعروفه، كانوا يسولوني بعض الاشخاص بواش هذه الشركه اجنبيه او مغربيه. حسب المعلومات منين درت عليها بحث لقيت بانها شركه مغربيه، وهذه الشركه هذه اللي كتشد تقريبا عده بروجيات كبرى في العاصمه المغربيه الرباط. كما تشوفوا معنا الان حنا غادي نحاول دابا ننطلقوا لشارع اخر باش نكتشفوا الجهه الغربيه ديال هذه المحطه. كما تشوفوا معنا الان لحظه بلحظه للتعرف على جميع مستجدات هذه المحطه. هنا كنحاول نصور لكم هنا المحطه ديال الترام رباط المدينه. الناس اللي متجه من مدينه سلاره يمكن لهم يوقفوا هنا بالترام ويدخلوا مع المحطه ديريكت مباشره، وجات في موقع استراتيجي امام المحطه القطار رباط المدينه كيف ما تعرفوا. هنا دابا انتقلنا الاخوان لواحد الشارع اخر، شارع بغداد. هاد الشارع الصراحه اللي ما كنتش نعرف الاسم ديالو في فيديوهات سابقه، وبفضل بعض المتتبعين هما اللي قالوا لي في تعليق بان هاد الشارع وهو الاسم ديالو شارع بغداد. لهذا كنشكرهم وكنوجه لهم الشكر من هاد المكان. حنا دابا كنتواجدوا في امام الجهه الغربيه امام شارع بغداد، وكنحاول نصور لكم الجهه الغربيه ديال هذه المحطه. الضخامه المحطه تبارك الله، يعني بعد انتهاء ديالها غادي تولي الصراحه واحد، غتعطي واحد الشكل زوين لهذا المكان. كما تشوفوا معنا الان هذا شارع بغداد هو اللي كيمر منه الخط ديال الترام. وبالنسبه لهاد الطريق هذا ديال شارع بغداد اللي قلنا بان راه في غير اتجاه واحد، الناس اللي كتجي من هاد الجهه هذا يعني كتجي ديريكت من شارع بن تمرت اللي من الهيئة اللي غادي نمشيو نشوفو ان شاء الله، وكتجي السياره من هنا وكتخرج في شارع محمد الخامس، يعني راه عنده اتجاه واحد ما عدا الاتجاه ديال الترام الالي والروتور. بالنسبه للسيارات عندها غير اتجاه واحد، كتدخل من شارع بن تمرت كما قلنا وكتخرج في شارع محمد الخامس. كما تشوفوا معنا حنا الان كنتواجدوا مازال على شارع محمد شارع بغداد، وغادي نحاولوا نتجهوا للشارع الاخر ديال الشارع الرئيسي وهو شارع بن تمرت. تابعوا معنا هذا الفيديو لحظه بلحظه. هانتوما كتشوفوا معنا هنا الترام ديال المحطه ديالو، هذه هي الطريق ديالو بغيت نقول. غنحاولوا دابا نمشيو ان شاء الله للشارع ابن تومرت. احنا الان انتقلنا تقريبا من لا نزال في نفس الشارع بشارع بغداد، ونحاول نصور لكم الجهه الغربيه ديال محطه القطار الرباط المدينه. ها هو هذا هو شارع الاخوان شارع ابن تومرت كيف ما تشوفوا، حتى هو دايس فيه الترام كيف ما تشوفوا معنا الان. انا غادي نوري لكم هذه الجهه الاخرى. هنا الاتجاه ديال نفق باب الحد، الى زدتي هنا واحد 300 متر كتلقى نفق باب الحد. هذه هي المحطه الجنوبيه الان، وهنا في غادي يكون مدخل اخر من بعد مدخل ديال محطه الرباط بين الجهه الاخرى كيف ما شفنا من قبل في البدايه ديال الفيديو. شكرا لكم جميعا على دعمكم المستمر، ونلقاكم في فيديو اخر ان شاء الله.